بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة 27 اللي هي الانتيروباكتريسي. حنتكلم على الجنرال فيتشرز. تكلمنا في المحاضرات السابقة عن الجرام بوزيتيف كوكاي وعن الجرام نيجاتيف كوكاي وعن الجرام بوزيتيف باسيلاي. اليوم حنبدأ في الجرام نيجاتيف باسيلاي بعائلة مهمة جدا اللي هي الانتيروباكتريسي. في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله حنكون مستوعبين الآتي: ما هي البيزك انفورميشن للانتيروباكتريسي؟ ما هي الجنرال فيتشرز؟ ثم ما هو الكلاسيفيكيشن لهذه العائلة الكبيرة؟ أول نقطة البيزك انفورميشن. النقطة الأولى والمهمة جدا إن الانتيروباكتريسي تعتبر لارج جروب فيها أكثر من 25 جينس، كلهم ذول عبارة عن جرام نيجاتيف باسيلاي. هذه النقطة الأولى في البيزك انفورميشن. النقطة الثانية أنه كلهم دول، كل الممبرز اللي في الانتيروباكتريسي كلهم عبارة عن نورمال فلورا موجودة في الانتستل للمان and الانيمالز، وكمان في بعض الممبرز موجودين في الانفيرومنتال، موجودين في السويل، موجودين في الووتر. طيب السؤال اللي حينطرح، طيب مدامهم نورمال فلورا ليش ندرسهم؟ ندرسهم كالآتي لأن لهم امبورتنس. أول امبورتنس لهم انهم وجودهم كنورمال فلورا بيعملوا انهيبيشن للباثوجينيك كولونايزيشن، ما يخلوش الاورجانيزم الباثوجين انه يستعمر المكان على اعتبار انهم هم مستعملين المكان. هذه النقطه الاولى في الاهميه. النقطه الثانيه انها برغم انهم نورمال فلورا لكنهم ممكن يعملوا اوبورتونستيك ديزيز، زي مثلا الممبر الاشريشيا كولاي، زي الكليبسيلا، زي الانتيروباكتر، زي السيتروباكتر. دول في مكانهم نورمال فلورا، لكن لو حصل انه حصل تشينج في الناتشرال هابت وتغيرت من مكانها في الانتستين الى مكان مثلا زي اليو تي اي، وصلت الى مجرى البول، حتعمل التهابات مجاري بوليه. اذا تغير مكانها تحدث ديزيز، في مكانها تظل نورمال فلورا. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه كمان في ممبرز منهم اللي قلنا موجودين في الانفايرومنتال زي السالمونيلا، زي الشيجيلا، وكمان سام سترينز في الاشريشيا كولاي بيعملوا ديزيز حقيقي. حنتكلم عن الاشريشيا كولاي كيف في سلالات منها مع انها نورمال فلورا حتعمل ديزيز، حنتكلم عليها قدام. النقطه الثالثه من ضمن الرابعه من ضمن البيزك انفورميشن للانتيروباكتريسي انها مالتي دراج ريزيستنت. ليش مالتي دراج ريزيستنت؟ لان معها جين محمول على البلازميد اللي بنسميه اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز، اللي يسميه اسبل. الاسبل جين هو موجود على البلازميد وبالتالي ينتقل لبكتيريا لبكتيريا. ما معنى اكستندد؟ معناه انه لو طيف واسع من مقاومه المضادات الحيويه. هذه النقطه الاولى في المحور الاول. المحور الثاني اللي هو الجنرال فيتشرز. هناك اربع صفات رئيسيه للانتيروباكتريسي. اي عضو يمتلك هذه الصفات الاربع نقول هذا من عائله الانتيروباكتريسي. تعالوا نشوفه. اول صفه انه فاكلتاتيف انيروبس. ما معنى فاكلتاتيف انيروبس؟ تكلمنا عليها في الجنرال باكتيرولوجي انه يوجوالي لما نقول فاكلتاتيف انيروبس انها بتنمو في وجود الاكسجين وبالتالي حتطلع طاقه مقدارها 38 اي تي بي. تستطيع انها تنمو في وسط الانيروب وحتطلع طاقه بسيطه قدرها 2 اي تي بي. اذا اي ممبرز من عائله الانتيروباكتريسي لابد ان يكون فاكلتاتيف انيروبس. هذه الصفه الاولى. الصفة الثانية انها كل الممبرز حق الانتيروباكتريسي اوكسيديز نيجاتيف، بمعنى انها لا تمتلك انزيم الاوكسيديز، فكلهم اوكسيديز نيجاتيف. الصفة الثالثة لعائلة الانتيروباكتريسي ان كل الممبرز حقها يعملوا فيرمنت للجلوكوز ويطلعوا اسيد برودكشن. الصفة الرابعة ان كل الممبرز الانتيروباكتريسي بتعمل ريدكشن للنيتريت الى نيترايت، فبتحول النيتريت الى نيترايت. كيف نعرف انه تحول النيترايت؟ نروح نضيف الالفا نفثالامين فحيتكون لنا الريد. معناها انه استطاعت او الممبرز حق الانتيروباكتريسي قادر انها تعمل ريدكشن للنيترايت الى نيترايت. اذا اربع صفات رئيسيه اي ميكروب او اي ممبر يمتلكهم نقول هذا من عائله الانتيروباكتريسي. طيب في سؤال ينطرح يقول طيب السيدوموناس ايريجينوزا او البكترويدز سبيشيز دول ما هماش انتيروباكتريسي بالرغم انهم جرام نيجاتيف باسيلاي وكمان موجودين في الانتستين، موجودين في الانتستين ومع ذلك ما هماش جرام نيجاتيف، ما هماش انتيروباكتريسي. ليش؟ لانه مثلا على سبيل المثال سيدوموناس ايريجينوزا اوبليجيت ايروبس، فبالتالي فقدت اول صفه
من صفات الانتيروبكتريسي اللي هي فاكلتاتيف انيروبس. الصفه الثانيه اوكسيديز بوزيتيف، وكل الانتيروبكتريسي زي ما قلنا اوكسيديز نيجاتيف. الصفه الثالثه انها نون جلوكوز فيرمنتر، وكل اعضاء الانتيروبكتريسي لابد ان يكونوا جلوكوز فيرمنتر. الصفه الاخيره انها ما تقدرش تعمل ريدكشن او ريديوس للنيتريت، فبالتالي دي بالتالي ما هياش ممبرز خالص في للانتيروبكتريسي. البكتيرويدز اول صفه انها اوبليجيت انيروبز، فبالتالي فقدت الصفه الاساسيه اللي قلنا عليها اللي هي انها فاكلتاتيف انيروبز. المحور الاخير اللي هو الكلاسيفيكيشن. الكلاسيفيكيشن للانتيروبكتريسي كالاتي، نقسمهم على قضيه ما مقدرتهم على التاثير على اللاكتوز. فلما نزرع البكتيريا على طبق المكونكي اللي فيه لاكتوز، جزء منهم حيكونوا نون لاكتوز فيرمنتر، اي ما يقدروش يستخدموا اللاكتوز، وجزء منهم لاكتوز فيرمنتر. النون لاكتوز فيرمنتر زي السلمونيلا، زي الشيجيلا، زي البروتياس. اللاكتوز فيرمنتر زي الاشريشيا كولاي، زي الكليبسيلا، زي الستروباكتر، زي الانتيروباكتر. وكمان معنا السريتشيا واحده من اللاكتوز فيرمنتر. كنت معكم في هذه المحاضره البسيطه حول الانتيروباكتريسي كجنرال فيتشرز. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.